مشاهدينا الآن ننتقل إلى الفقرة التفاعلية وأحدث ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الفقرة المنتظرة مع كريمة مرة أخرى، فنرحب بك ونقول لك صباحك سعيد. صباحك مبهج، صباح الخير مجددا. صباح النور رايا. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. كتير أنا واحدة من الناس مثلا أنا أقعد أقول أنا نفسي أدخل في دماغي اللي قدامي ده أعرف فيها إيه. نعم. تقدرين تعملين هذا الشيء او مشكلتك تنحل بفيلم اكس مان. في احد الشخصيات ما يقوم بدخول الى عقول الناس. نعم. لو دخلت دماغك يا عمر هشوف ايه؟ مش هتعرفي تطلعي يا كريم. الناس من عيونهم، انا بشوف هذا الباب. طيب ايه بقى ازاي؟ في ايش اللي بتفكر فيه من العيون؟ بتقدري تقري افكاري؟ ادخلي بعينيك اعرف كل اسرارك. بعد الهوا، بعد الهوا هنعرف بعد الهوا الباور الخاصه او الطاقه الخاصه اللي عند رايا. لكن يعني ماذا لو كانت لديك أو لدينا قدرة سحرية لمعرفة ما يدور في داخل أدمغة الآخرين؟ أظن طبعا هي دي مهمة شقة، من الأفضل طبعا يعني ما لناش دعوة، خلي كل حد في حاله يعني، أو أن كل واحد عايز بيفكر في شيء معين هو يقول إيه اللي في دماغه مباشرة من غير ما نجتهد ونجود وفي الآخر بنفهم غلط وبنزعل. هذا ما سنتابعه معا من خلال التغريدات اللي جاءت على هاشتاج لو دخلنا دماغك هنلاقي. لو دخلنا دماغك هنلاقي، سلمى قالت هروب من الواقع والبيت واستقلال لوحدي بعيد عن أهلي، أنا شايفة أنه عادي لكن أهلي مسكين في العادات والتقاليد. عنبر قال أنا بحب الكتابة لا لأني زاهد في الحياة ولكن حياة واحدة لا تكفيني. عجبني جدا التعبير ده، حياة واحدة لا تكفيني. محمد ربيع قال وقت الفرح طفل، وقت الجد حكيم، وقت الوجع ساكت، وقت الغيرة غشيم، وقت الغرام حنون، وقت الانكسار كئيب، وقت الهزار مجنون. أنا وقت الجد ما بهزرش. علي قال لو دخلنا دماغك هنلاقي موسيقى تصويرية لحياتي وقليل من الذكريات الجميلة المعادة باستمرار وكثيرا من الممز. يمكن الهروب للذكريات القديمة يعني بتبقى وسيله للتعايش مع الواقع. والله في ناس لو دخلتي براسهم هتلاقي اكل وشرب ونوم. تخيلي كده لو كل واحد مكتوب على الجبين مثلا عنده هو بيفكر في براسه، هتبقى مصيبه. هتتعبي على فكره. يا كريمه لما تدخلي الى دماغ واحد وتشوفين افكاره اضافه الى المشاكل اللي انت فيها راح تتعبين، فخليكي في حالك احسن. اما حاضر خليني في حالي، يكفيني ما يظهر منك بالمناسبه يعني. كل فتاه بتبحث عن فتى احلامها، بتتباين طبعا نظره الفتيات حول صفات ذلك الفتى. كل واحد منهن وكل واحده منهن ترى هذا الاتي من عالم خيالها بطريقه مختلفه. شايفه عمر بيستعد يا جماعه ان يكون فتى احلام، يعني كده الناس هتزعل. الفيديو القادم بيضع صفات قياسيه لفتى الاحلام تحت عنوان هذا من يستحق أن تقبليه زوجا لك. تعالوا نتابع. تكلموا عني؟ شفت. كريمة زي الفيلم بتاع ياسمين عبد العزيز اللي تطلع في دور ضابط. عفوا، تتحدث مع امها وابوها فبتقول لهم على الضابط طبعا زميلها اللي هي معجبه بيه. انه هو جميل وكبير وجسمه وشنبه والحاجات دي، لان مواصفات حلوه. ابوها يبص عليه، ده انت بتتكلمي عن باباكي؟ دي المواصفات فيا. هي شايفه كل زوجه طبعا يعني بتحب زوجها اكيد شايفه فيه الصفات اللي ملائمه ليها ومناسبه ليها. طبعا الفيديو عرض لمواصفات قياسيه وستاندرد صعب، لكن موجوده طبعا، بس صعب انها تكون موجوده كباكج يعني كلها على بعضها. ممكن تلاقي حاجه حاجتين ثلاثه بالكثير، بس هي النقطه ان المهم متفقين. النقطه المهم ان هو يكون متفق معاكي، يعني ان هو ملائم ليك. انت ايه اكثر شيء ممكن يخليك تكوني سعيده
في زوجك، يعني مثلا هذه الخصله موجوده في الحمد لله. ابتسمت هي وبتفكر، ابتسمت هي مجرد ان انا ابتسمت وانا بفكر فيه دي كفايه. يعني طبعا الاحترام المتبادل ده اهم بكتير جدا من حاجات تانية كتير، يعني نعم عندك الاحترام ولائقيتي فيه. الحمد لله، اتمنى لكم التوفيق. انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي لاب قرر اللعب مع طفله الرضيع. عادي كل الابهات بيلعبوا اولادهم، لكن المشكله ان كان الطفل ذو وجه عابس. طبعا هو قرر ان هو يلعب معاه من خلال انه خلق حوار بيتماشى مع تعبيرات وجهه وعينيه. تعالوا نتابع. مامي why is daddy doing this to me? I do not find this funny at all. As a matter of fact, I find this to be child abuse. Do you have a number for Dyfus? Oh, mommy! Mommy! Stop him now! Why is my voice so deep? I do not know. Maybe because I'm a baby and I don't have a voice of my own. This is confusing. I still don't understand why you're not helping me, mommy. Mommy! Mommy! هو ده اللي لازم ندخل جوه دماغه نعرف بيفكر في ايه. هو ابوه الحقيقه. هو ابوه فعلا. مشاهدينا عبر شاشه الغدوه، متابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، تقليد الاصوات والفنانين طبعا من المواهب اللي بتلاقي رواج كبير. وعلى الفيسبوك انتشر فيديو لشاب بيقلد في بعض الفنانين. الحكم ليكم بس بعد المتابعه، تعالوا نتابع. كمال الشمال. انا ما قلدتوش. انت عارف ان احمد زكي ميمن الحب اوبا. وانا كتير كلمته كتير. انا مش كل مره اكلمه، لازم نفهم ايه بعضينا بالظبط. مش صحيح فخرون. مفيش حاجه في الدنيا بحالها، مفيش حاجه في الدنيا بحالها تستاهل اللي احنا نقطع في بعضينا. المشهد اللي كان بيطلب فيه الحقنه في فيلم الكيف. جمال الحقنه يا جمال. جمال جمال برنس حمص الصبح بقى ما شاء الله برضو. يعني ايه يقول لك ايه؟ والاحمر انت نيلة. حسب الله ونعم الوكيل. لا يا امي انت نيلة ولا هضربك. لا انا والله العظيم انا مش جاي ابوظ الفرح. انا لو ما كنتش ضربت طارق بالقلم كنت هموت من الغيظ. طارق وعد بنتي بالجواز. وكلمة بحبك أكبر عقد بنتي بنحب بعض. طبعا كل الاحترام للفنانين اللي هو قلد أصواتهم، أحمد زكي، محمد صبحي، كمال الشناوي طبعا بدأ يحيى الفقراني. لا حلو، تعرفين مش طبقة الصوت. أي نعم مش طبقة الصوت ربما جابها بنسبة 100%، لكن الأسلوب الأداء الأسلوب يعني فعلا. وأكيد لاقى يعني إعجاب كبير من كل المتابعين. أنا من أنصار كل حد عنده موهبة لازم يعبر عنها ويعني يعرض ليها بشكل كبير جدا. إلى هنا مشاهدينا بتنتهي فقرتنا، بنستقبل طبعا مشاركتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. نشكر لكم المتابعة. نرجع لرايا وعمر واستكمال ما تبقى في يوم جديد. خليكم معنا.